امتحان معروفه معروفه. اوعي تسالي حاسه بايه لاني قلبي هيقف عايزه الساعه 9 دي تيجي وتعدي نوصل اقعد كده الساعه 12 بالليل اعرف ايه اللي هيحصل. بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله باذن الله. برحب بحضراتكم جميعا، برحب بكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي اللي مش حاطط عينه غير على حاجه واحده بس، وهي الذهب. ان شاء الله نكسب وان شاء الله نعدي النهارده، والحكايه لسه فيها احداث حلوه كتير عايشينها مع القلعه الحمراء. الحياة متعة وفخر وشرف ما بعده شرف عايشينه كلنا، عايزين نظهر بشخصيتنا قدام العالم كله ونقول إحنا الأهلي. النهاردة معنا أحداث كتير وتغطية للمباراة وكواليس من المغرب، بس دلوقتي تعالوا نبدأ حلقتنا ونروح نشوف معنا أخبار إيه النهاردة في السريع.